أنا دكتور حب ودي حلقة جديدة ليا. النهاردة عايز أتكلم معاك عن الخيانة. أصعب جريمة ممكن تحصل في حياة أي حد هي الخيانة، وبالذات في الارتباط. الشريك اللي معاك لما ارتبط بيك سمح لك إنك تدخل لحتة ما سمحش لحد تاني غيرك يكون فيها، وخيانتك له بتحسسه إن عنده مشكلة وإنه ما كانش كفاية ليك. تخيل انك بتدوس على اكتر حاجة مؤلمة في حياة اي حد اذا كانت رجولته او انوثتها. الموضوع مش فكرة انك بتقضي وقت حلو مع حد تاني. لو عندك مشكلة في العلاقة ياريت تصارح شريكك، بس بلاش تخونه، وحاول تلاقي الجزء اللي مش لاقيه معاه وبتدور عليه مع غيره. يمكن يقدر يدهولك، وساعتها تبقى كسبت احترامك لنفسك ورحمت شريكك من عذاب رهيب. وعايز اقولك قبل ما اقفل، اللي مشاركك كل حياتك وكل عيوبك وامين معاك ما يستحقش منك انك تدوس عليه.